امتلأت مختلف شوارع مدينة مكناس مساء يوم السبت بجماهير غفيرة خرجت للتعبير عن فرحتها العارمة بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائية كأس العالم 2018 التي ستحتضنها روسيا بعد فوزه على نظيره الإيفواري بإصابتين لصفر. الناس المونديال وانا هذا فرحانين بالتأهل والمنتخب دار بون ماتش وفاز على الكوت ديفوار هذا هو النتيجة وديما مغرب. رحضت بعد إعلان نهاية المقابلة توجه الآلاف من الشباب على الأقدام وعلى متن السيارات إلى الساحة العامة للمدينة رافعين العلم الوطني احتفاء بفوز الفريق الوطني، وشهد وسط المدينة وأحياؤها حماساً جسد بحق مدى الانتشاء والفرحة بهذا الحدث الاستثنائي.